أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعي آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن مملكة البحرين تمتلك طاقات وقيادات شبابية وطنية قادرة على المشاركة في عملية صناعة القرار. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحفل الختامي الذي أقامه المعهد للبرنامج القيادي الوطني هايبو يوث بدفعته الخامسة، حيث قامت سعادتها بتكريم 42 شابا وشابة من المشاركين والمتطوعين في البرنامج. وهنأت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة الفرق الفائزة بالجوائز، كما أوضحت سعادتها أهمية الدراسات الوطنية التي عدها منتسبو برنامج هايبو يوث وفق أعلى المعايير بناء على المواد العلمية التي اكتسبها المشاركون خلال البرنامج. سعيد اليوم باجتياز المشاركين النسخة الخامسة من برنامج هايبو يوث الذي يقدمها المعهد بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب ومؤسسة إنجاز البحرين، كما أن المخرجات التي قدمها المشاركون تعكس ما تمتلكه اليوم في مملكة البحرين من قيادات شابة طموحة قادرة على الابتكار والإبداع والخروج بمبادرات تواكب التوجهات والتطلعات الوطنية. ومن بين هذه المخرجات هناك 5 دراسات راح يتم تسليمها للجهات المعنية للاستفادة منها وبحث إمكانية تطبيقها. خضنا تجارب عديدة، لابد ان احنا نستفيد من هاي القيادات اللي التقينا فيهم، من الكباتن اللي كانوا موجودين قدموا لنا الدعم الكامل وحاولوا انهم يساعدونا في كل الامور اللي كنا نحتاجها، وان شاء الله هاي تكون بداية انطلاقة حق امور ثانية ان شاء الله نسعى فيها حق تطوير البحرين ان شاء الله. طبعا برنامج هايبو يوث برنامج يعنى بتخريج طاقات وقدرات شبابية من قياديين بحرينيين. طبعا انا كمدرب كان دوري اني اوجه الطلبة في المسار الصحيح عشان يخرجون بالمشاريع اللي كلنا شفناها في حفل الختام، مشاريع تعود بالنفع على مملكة البحرين وعلى الشباب وعلى اكثر من فئة ايضا في المجتمع.